مساء الخير. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بالملايين. دي حلقة جديدة، حلقة أول الأسبوع من برنامج البيت الكبير. برحب بكل عشاق الأهلي وبرحب بالكابتن هاني رمزي في الأول. أهلا بيك مساء كابتن. الخير يا سام، أهلا بيك طبعا. أهلا بيك. وأهلا بكل المشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله هنكون معاكم إن شاء الله على مدار 3 ساعات تغطية خاصة طبعا لكل الأحداث على الساحة الرياضية. هيكون معنا ضيوف من العيار الثقيل. خلال طبعا حلقتنا هيشرفنا طبعا الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد القوسي، والفقره الاخيره باذن الله هيكون معانا ضيفنا النجم الكبير صاحب البشره السمراء الكابتن شطه. لكن خلوني بس اتكلم على حاجه مهمه جدا. طبعا مباراه النادي الاهلي امبارح، انا هكلمكم بشخصيتين. الشخصيه الاولى اللي هو مشجع، انا مشجع من النادي الاهلي زعلان، وعمري ما هقول لكم ما تزعلوش، لا ازعل، انت بتحب الكيان وبتحب النادي الاهلي، ولو ما زعلتش ما تبقاش ابن النادي الاهلي او مشجع من النادي الاهلي، لكن عمرك ما تفقد الثقه في فرقتك. هو ده اللي بتكلم عليه، انك بتزعل، انك بتتضايق، انك دايما شايف النادي الاهلي هو مطالب بالمكسب، لكن عمرك ما تفقد الثقه لا في لعيبتك ولا في الاداره الفنيه ولا في مجلس ادارتك. مش هنقول مباراة وعدت، لكن دايما مباراة الأهلي والزمالك ما بتعديش، لكن هقولك إن النادي الأهلي هو إن شاء الله متربع على القمة. النادي الأهلي إن شاء الله هو بطل الدوري. لسه بتكلم مع حد من الأصدقاء من الزملاء في وراء الكاميرا قبل ما أخش، فبيقول لي يا كابتن أنا خايف وقلقان. كلنا خايفين وقلقانين، لكن هو ده الخوف اللي بيولد النجم، هو ده الخوف اللي بيولد البطل. الجزء الثاني كلاعب، وكنت لعيب في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي محتاجاك دلوقتي، محتاجه الجماهير دلوقتي. انقد، ازعل، لكن عمرك ما تفقد الثقه اللي اللعيبه محتاجه لك. اللعيبه الفتره اللي جايه محتاجه لكل واحد فينا على مستوى المشجعين. ما عندناش اي مشكله، وانا بتكلم كلاعب، انك تنتقد، ما عندناش اي مشكله انك تقول النهارده كنت وحش، ما عندناش اي مشكله سهام خالص ان الناس تنتقدنا، لكن المهم جدا انك في الحاله ديت لازم تدي الثقه للعيبه، لان اللي جاي اهم. اللي جاي اهم على مستوى الدوري، اللي جاي اهم على مستوى بطوله افريقيا اللي كلنا مستنيينها وكلنا بنحلم بيها. فده النادي الاهلي، ان جماهيره بتزعل من الخساره اللي احنا متربيين على كده، لكن عمرها يعني باللغه البلدي كده عمرنا ما هنضرب كرسي في الكلوب ونقول لا ده اللعيبه وحشه وما بتنفعش ومشي دوت والاداره الفنيه لا ما تنفعش لا مش ده النادي الاهلي، مش ده النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي ليه ثوابت، النادي الاهلي هو صاحب البطولات والانجازات بيكونتو بجماهير النادي الاهلي. فرساله ليكو بوجهها انك ازعل، اتضايق، لان ده النادي الاهلي، لكن عمرك ما تفقد الثقه، بالعكس كلنا ثقه في الجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله باذن الله البطوله، ان شاء الله بطوله الدوري محسومه للنادي الاهلي باذن الله، وكمان البطوله الافريقيه. معلش يا سهام انا كان لازم اقول كده، لان امبارح كنت بتفرج على الماتش، لا احنا الاثنين كنت يعني يعني من جواي كنت زعلان طبعا، لكن تاني يوم بحس لا يعني لا ده النادي الاهلي ولازم ندي الثقه للاعبتنا. يعني احنا الاثنين برنامج البيت الكبير طبعا زي ما حضراتكم عارفين او اتعودتوا خلاص، كنا اجازه امبارح، فبيت الكبير كان اجازه طبعا جمعه وسبت، وكلنا شفنا وتابعنا مباراة الأهلي والزمالك، والحقيقة إحنا زعلانين ولينا حق، والجمهور اللي أنت معوده أن أنت تكون رقم واحد بالنسبة له، وأن أنت رقم واحد في مصر وفي الوطن العربي وفي أفريقيا، ليه حق أنه يزعل قوي. مباراة حصلت، عندنا أخطاء، كلنا شفنا ده، ويمكن الكل اتكلم امبارح في المباراه، ال 100 مليون اتكلموا. الاهلي ما كانش في مستواه، خسرنا مباراه مهمه، خسرنا، بس ما خسرناش بطوله زي ما كلنا مجتمعين على ده، لسه ما خسرناش فريق. عندنا اخطاء فنيه واضحه، مش هنتكلم في تفاصيلها لان زي ما قلت لحضراتكم كلنا شفناها، كله اتكلم في التفاصيل فنيه. المهم ان احنا خلاص بنقفل الباب ده علينا دلوقتي، بنشتغل على تصحيح اخطائنا. خلاص مباراه القمه حصلت امبارح راح، واحنا يعني يمكن بنفكر دلوقتي في اللي جاي، وده اللي بيعمله الجهاز الفني للاهلي دلوقتي حالا واحنا بنكلم حضراتكم، وده حصل في مران النهارده اللي خلص يمكن من شويه. الجهاز الفني كان مركز جدا من شويه على تصحيح الاخطاء اللي حصلت امبارح،
وكان بيطالب اللعيبة ان هي تركز في المباريات اللي جاية. احنا بنواصل اكيد الانتصارات، انتصارات مستمرة، هنكسب الدوري. ومش عايزة الحقيقة كلمة او نغمة ان الدوري محسوم، لا، الاهلي عمره ما فكر يمكن بالطريقة دي. الاهلي طول عمره بيلعب لاخر دقيقة لحد ما فارق النقاط بيكون اكبر من مجموع المباريات المتبقية. الاهلي متصدر كالعادة وبفارق كبير جدا 17 نقطة، بس لازم نركز كمان في اللي جاي، ومباراة وادي دجلة مهمة علشان نحسم اللقب بدري. عندنا بطولة افريقيا، لقب مهم جدا للأهلوية ولينا، لازم نستعد علشان نحققه. الناس زعلانة بعد ماتش امبارح، أنا زعلانة فعلا فعلا، متضايقة فعلا، وده حقنا، حق الجمهور. أنت مزعل الجمهور، مش يعني مش هنتحامل على اللعيبة، أنت مزعل الجمهور عشان أنتوا عودتونا على الانتصارات، معودنا على الانتصارات على طول، عودتونا إنه الأهلي مش بيفكر غير في الفوز، حتى لو الظروف صعبة، حتى لو في غيابات، حتى لو في إصابات، حتى لو في كورونا. الكورة مكسب وخسارة، بس في الأهلي هدفنا إن احنا نكسب، مش هقول حاجة أكتر من كده. طبعا بأيد كلامك جدا، وكمان ما انساش إن أقول مبروك لنادي الزمالك، ده طبعا أكيد. لازم نقول كهنا في النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي، مبروك لنادي الزمالك، قدم مباراة أنا في اعتقادي في الشوط الأولاني بشكل جيد. كان عندنا بعض الأخطاء الفردية، كان عندنا بعض الأخطاء في التشكيل، كل ده ممكن نتكلم فيه، كل ده نناقشه، لكن كان مهم جدا كمان إن احنا نبارك لنادي الزمالك على فوزه، وإن شاء الله نتمنى التوفيق بإذن الله الفترة اللي جاية. مستنيين يردوا على غضب الجماهير بنتيجة إيجابية إن شاء الله. لا طبعا خلي بالك، وإحنا يعني بص، هو ده العشم بقى، ده العشم. انت رقم واحد يا كابتن هاني. لا حقيقي، ده حقيقي، بس خلي بالك يعني أنا كمان بقول في المقدمة، غضب الجماهير خلي بالك بيكون ده دافع للعيبة. أكيد أكيد، غضب الجماهير ده بيكون حافز. أنا كنت لعيب في الملعب وبحس بالجماهير وبحس بغضب الجماهير، ده بيكون دافع ليا، بفكر ان انا بشتغل في كيان كبير زي النادي الاهلي، بفكر ان القاعده الجماهيريه اللي ورايا مهمه جدا جدا ان انا ارضيها، لان هم بصراحه محدش في الجماهير بيأثر نهائي مع أكيد. مع اي حد، فده بيدي دافع. لكن لما زي ما قلت لكم، لما الغضب ده بيزيد شويه وبيتقلب عدم ثقه وبيتقلب خوف، لا ده بيبقى هنا في وقفه، وبقول لكم ثقوا في اللعيبه، ثقوا في الاجهزه الفنيه الموجوده، ان شاء الله باذن الله زي ما النادي الاهلي عودكم باذن الله ان هو يعني مش هقول كبوه، لكن هقول مباراه، والنادي الاهلي زي ما قلت يا سامي مبادره النفع بيقفل الملف دلوقتي، والجهاز الفني بيصحح الاخطاء، وقبل ما الجهاز الفني بيصحح الاخطاء خلي بالكم اللعيبه بتصحح لنفسها بعد المباراه على طول، كل واحد مع نفسه بيراجع نفسه كويس قوي، انا كنت ازاي كده، انا لازم اصلح من نفسي، فكل دوت ان شاء الله نقول دافع كويس قوي للاعبتنا، دافع كويس قوي للجهاز الفني، انه ان شاء الله باذن الله يحسم بطوله الدوري من بدري، وان شاء الله الفوز بالبطوله الافريقيه باذن الله. ان شاء الله عندنا مباراه مهمه مع الجونه ان شاء الله، مهمه، ويوم ده هيكون يوم الاربعاء اللي جاي. والحقيقه زي ما كابتن هاني قال، يمكن في يعني مش بس يعني اخطاء من قبل الفريق، في اخطاء كمان تانية، سواء على مستوى التحكيم اللي عليه علامات استفهام، في حاجات كتيره جدا يمكن هنناقشها معاكم في الفقره الاولى مع ضيوف كابتن هاني. ولكن نبدا من الاهم والدور الكبير المهم اللي بيلعبه كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكمسؤول في المقام الاول عن الكيان وعن احلام الجماهير، جماهير النادي الاهلي، وضروره انه يكون له وقفه في الوقت ده الحقيقه، في الوقت الحالي مع اللعيبه مع الجهاز الفني. كابتن خطيب النهارده كان العصر في جلسه مهمه جدا مع ريني فايلر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وكان في حضور ايضا لجنه التخطيط، علشان زي ما قلنا بنوقف في الفتره الحاليه على العديد من الامور المهمه اللي تخص فريقنا في المرحلتين الحاليه وايضا القادمه. بوعي لاعب الكوره وباحساس الاب لكل اللعيبه، النهارده كابتن خطيب حرص انه ياكد على ثقه النادي في الجهاز الفني واللعيبه، وده اللي احنا بنقوله يا جماعه، احنا ما فقدناش الثقة فيكم، احنا عارفين ان انتوا هتعودوا، هتعودوا عودة سريعة بإذن الله لطريق الانتصارات، خاصة وانه الاهلي يعني خلاص مستنيه مواجهات قوية جدا، سواء على الصعيد المحلي يوم الاربعاء زي ما قلنا، سواء على المستوى القاري. كابتن محمود الخطيب كمان ولجنة التخطيط للكورة حرصوا على مناقشة ريني فايلر في العديد من الامور الخاصة بفريق الكورة واللي حصل امبارح وارتباطاته في الفترة اللي جاية، واكد على ضرورة طي صفحة لقاء القمة
وان احنا نستعد بقوة خلاص للفترة اللي جاية. وايه هي التحديات اللي مستنيانا؟ اكيد في تحديات كتير جدا سواء على المستوى المحلي او القاري، برضو في البطولتين سواء الدوري المحلي او دوري ابطال افريقيا. كابتن هاني صحيح ده اللي بناكد عليه كمان النهارده، الكابتن محمود الخطيب رئيس طبعا مجلس اداره النادي الاهلي حرص على عقد جلسه كمان مع اللاعبين في حضور لجنه التخطيط للكره، وده قبل انطلاق المران النهارده، المران الجماعي للفريق اللي اقيم على ملعب استاد التتش. وزي ما بقول لكم يعني كمان على المستوى الحديث مع اللاعبين، كابتن الخطيب كمان زي ما احنا عارفين اسطوره كبيره جدا جدا، حديثه مع اللاعبين على ضروره يعني تقدير غضب الجماهير، وده اللي اتكلمنا فيه، وان لازم تكون رده فعل، وانا باكد ان رده الفعل ان شاء الله هتكون موجوده وانها هتكون ايجابيه وفي اسرع وقت ممكن، وتصحيح طبعا الاخطاء اللي حصلت والعوده تاني لطريق الانتصارات. وزي ما قلت لكم استكمال عندنا مشوارين، المشوار على المستوى المحلي بطوله الدوري، وكمان استعداد بكل جدية والتركيز لمباراتي طبعا الوداد المغربي في تصفيات نهائي بطولة أفريقيا. وأنا شايف إن يعني ممكن جدا جدا، وده أنا حاسس بيه رغم حزني، لكن حاسس إن مباراة نادي الزمالك هتكون بمثابة الدافع القوي جدا جدا لحسم بطولة الدوري إن شاء الله بوقت قليل، والاستعداد بقوة والدخول على قبل النهائي، وان شاء الله النهائي والفوز بالبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. طبعا كابتن محمود الخطيب كان في كلامه تشديد على انه لعيبه الاهلي بتقع عليهم مسؤوليه كبيره تجاه ناديهم زي ما احنا قلنا، وانه النادي الاهلي بيدعم منظومه الفريق علشان يحقق احلام وطموحات كل الاهلاويه، هو ده الهدف. تاكيدا على الكلام اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه من شويه، فالنهارده كابتن وائل جمعه، وائل جمعه ده واحد من الرموز يعني الكبيره الكبار، واحد من اللي حققوا بطولات غاليه جدا علينا، النهارده كان بيقول كلام مهم جدا على حسابه الرسمي زي ما حضراتكم شايفين على تويتر. النهارده قال انه او اكد يعني ان القلعه الحمراء ليها اهداف تختلف عن جميع الانديه، وانه النادي الاهلي بالرغم من خسارته القمه امبارح برضه مازال متربع على قمه مسابقه الدوري. وقال نصا كده، قال صباح الخير، دايما الاهلي تحت الضغط، لو فاكر ان الحياه في الاهلي ورديه وجميله تبقى ما تعرفش يعني ايه الاهلي، سواء مسؤول او لاعب او عامل او مشجع. قال كمان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشه، الاهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطه، وشوف الناس زعلانه ازاي، هدفنا غير هدفكم خالص، اللي حصل امبارح بيفوقنا وبيصحينا للي جاي، وكلنا معاك يا اهلي. طبعا ده كلام لناس كتير قوي، او رساله لناس كتير قوي، اللي بيفهم بقى يفهم ما بين السطور. انا عايز اركز يعني عايز اركز على هو ده اللي بيفوقنا، ويمكن قبل حتى ما نقرا التويته بتاعت وائل جمعه، احساس اللعيب وزي ما قلت لكم هو ده اللي بيفوقنا، ان ممكن جدا يكون في ماتش بنخسره خاصه ماتشات النادي الزمالك، هو ده اللي بيدينا الدافع للفتره اللي جايه ان شاء الله. لكن كمان من مباراه نادي الزمالك خرجنا النهارده بدرس كبير بيقدمه طبعا وليد سليمان. وليد سليمان لاعب طبعا النادي الاهلي، النهارده راح زار محمد عبد الشافي في مستشفى اللي اصيب بها طبعا الاصابه القويه اللي تعرض ليها كابتن عبد الشافي في الكره الهوائيه المشتركه اللي كانت بينه وبين وليد سليمان. كان طبعا عبد الشافي النهارده قام بعمليه جراحيه لتثبيت عظمه الترقوه، وطبعا حرص وليد سليمان على الشد من ازر عبد الشافي وتحفيزه، خاصه انه هيغيب عن الملاعب لمده شهرين. فده اللي بنتكلم عليه، يعني بنتكلم على لسه امبارح والناس مشحونه والناس زعلانه، جماهير النادي الاهلي وطبعا جماهير نادي الزمالك فرحانه، لكن بيخرج النهارده وليد سليمان يا سهام وبيقدم رساله، الرساله اللي احنا بناكد عليها هنا دايما بدايتنا في البيت الكبير، نبذ التعصب. واعتقد وليد سليمان قام بدور النهارده اكتر من رائع. شخصيه مهذبه. لا وليد طول عمره مهذب، وكمان بينقل رساله، بينقل رساله كمان للجماهير، ان انت بالرغم الشحن وبالرغم مش هقول التعصب لكن اثاره الفتنه. كابتن لا قول كده. يعني في بعض الناس في من حاول اثاره الفتنه، لا طبعا في اللي اتهم واتهام مباشر ان انت حاولت تاذيه، انت حاولت تاذي عبد الشافي وكنت قاصد. النهارده اللي عمله وليد سليمان ده يمكن ده الجميل في الموضوع، هو المعنى ده، الرياضه بتسعى دائما لتاكيده المفروض وزرعه بين الجميع، وان الروح الرياضيه والاخلاق واحترام المنافس المفروض هو ده اللي يسود، وان دي المبادئ اللي اتعملت الرياضه عشانها. يمكن
فيمكن ده أبلغ رد طبيعي. من وليد سليمان، وإحنا بنحيي وليد من هنا من طبعا. بيته من النادي الأهلي، وبنقول له وليد هارد لك على مباراة امبارح، والدور اللي أنت بتقوم به خارج الملعب ده دي رسالة قوية جدا جدا جدا، زي ما قلت سام لكل يعني المتعصبين، خلينا نقول ما بين قوسين، لكن إن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى التوفيق ونتمنى الشفاء طبعا لعبد الشافي، لأن عبد الشافي من اللعيبة المميزة جدا، عبد الشافي لعيب مميز في نادي الزمالك، نتمنى له إن شاء الله كل الشفاء، نتمنى له العودة سريعا لمبارياته مع النادي الزمالك بإذن الله. طيب عندنا بقى أخبار تخص فايلر وتخص سيرافيزا، ديفيد سيزا معاك. اتفضل. طبعا النهارده فرقتنا النهارده المدرب العام سيزا كان ده المساعد الاول لفايلر، يعني عقد جلسه مطوله مع علي معلول لاعب الفريق في بدايه المران اللي اقيم مساء اليوم على ملعب استاد التيتش. سيزا طبعا اتكلم مع علي معلول في بعض الجوانب الفنيه ضمن الجلسات اللي بيعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين، سواء جلسات جماعيه او على المستوى الفردي لتجهيز للمرحله اللي جايه ان شاء الله، وتلافي الاخطاء اللي حدثت في الفتره اللي فاتت، وخاصه النادي الاهلي بيستعد لمواجهه الجونه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله في اطار منافسات الجوله 22 من بطوله الدوري الممتاز. شيء مهم جدا ان اللعيبه كمان على المستوى الفردي بيتقعد معاها، مش مستوى جماعي بنتكلم كده وبس، انت اخطا، لكن على مستوى الفردي ممكن واحد من الجهاز طبعا ب يعني استشاره او بامر من فايلر بياخد اللعيب ويقعد معاه ويتكلم معاه لوحده، مهم كمان انك تتكلم مع اللعيب لوحده أكيد. بتعرف بعض الاخطاء فده مهم جدا ان كمان فايلر بيقوم وجهاز المساعد بيقوم بالدور دوت. واحد للبايرن دلوقتي. طب الحمد لله. على باريس سان جيرمان كومن اللي جابه. هنروح لخبر عن نجمنا احمد الشيخ. احمد الشيخ الحقيقه النهارده لسه بيواصل على تنفيذ البرنامج العلاجي والتاهيلي له على هامش مران الفريق اللي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش. النهارده الشيخ خاض جلسه في الجيم، بعد كده كمل برنامجه بينفذ بعض الفقرات المتنوعة في ملعب التتش تمهيدا لعودته مرة أخرى علشان يشارك في المران الجماعي. الشيخ غاب عن المشاركة الجماعية بسبب طبعا الشكوى في كاحل القدم، وبعد الإصابة طبعا اللي تعرض ليها، الإصابة دي كانت تعرض لها في مباراة أسوان في بطولة الدوري الممتاز، إن شاء الله يرجع لنا بألف سلامة. كمان خبر يمكن يسعد الجماهير الأهلوية أن انتهى محمد محمود طبعا لاعب النادي الأهلي من فترة علاجه بالكامل. طبعا البروتوكول الطبي الموضوع لفترة العلاج بعد إجراء عملية الرباط الصليبي هي 9 شهور. محمد سافر يعني من فترة لألمانيا خلال الأيام اللي فاتت للحصول على إذن بالمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بعد انتهاء زي ما قلنا فترة البروتوكول العلاجي اللي خضع ليها بعد العملية اللي خضع بها اللاعب أواخر شهر أكتوبر الماضي. طبعا مر 9 شهور هي المدة المتفق عليها للعلاج بعد الجراحة. طبعا حرص الدكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الأهلي طبعا الحديث مع محمد محمود لاعب الفريق اللي اطمئنان عليه، وكمان البرنامج التأهيلي اللي بيقوم به بتنفيذه خلال الفترة اللي فاتت للعودة للمشاركات الجماعية. محمد محمود من اللعيبة المميزة جدا موجود. جدا في وسط الملعب. عايز أقول له ما تستعجلش يا محمود، إن شاء الله بإذن الله خد وقتك خد تمرينك ما تستعجلش، أنت لعيب مميز وإن شاء الله ترجع ان شاء الله بالف سلامه وتكون باذن الله اضافه لخط وسط النادي. اهم حاجه صحته بس، الجمهور مستنيه ومستنيه ان هو يعني يؤدي كتير في الملعب باذن الله. محمود النهارده او محمد محمود كابتن محمد كان عنده جلسات النهارده في الجيمنازيوم بينفذ بعض الفقرات زي ما قلنا برضو المتنوعه في البرنامج اللي بيخضع ليه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالنادي. ومحمد محمود الحقيقه بالرغم من ان هو تعافى بشكل كامل من اكتر من شهر، بس برضو الجهاز الطبي رفض انه يشارك بشكل كامل في التدريبات الجماعيه او خوضوا اي مباراه وديه حتى قبل ما يخلص مده البروتوكول. يمكن اللاعب كان في ألمانيا علشان يحصل على الضوء الأخضر من طبيبه المعالج هناك طبعا علشان يتجنب أي مضاعفات أو أي يعني إصابة أخرى لا قدر الله. طبعا خاصة إصابة الرباط الصليبي بتبقى إصابة صعبة جدا، وساعات بعض اللعيبة كمان بيبقوا مستعجلين، يعني بيبقى مستعجل العودة للملعب سريعا، بيحس أنه خلاص الموضوع بالنسبة له وصل لمرحلة كويسة. لكن طبعا النادي الأهلي بيأكد يمكن وصل لمدة شهر النهاردة، لكن إن شاء الله بإذن الله محمد محمود
يوصل لدرجه عاليه من اللياقه البدنيه والفنيه ان شاء الله تاهله انه يشارك مع النادي الاهلي. نروح لذئاب الجبل نادي المقاولين العرب علشان نشوف اخر استعداداته لمواجهه الزمالك اللي جايه في الدوري. طبعا الجهاز الفني لفريق المقاولين بقياده طبعا المدرب الكبير عماد النحاس بيجهز طاهر محمد طاهر صانع العاب الفريق قبل المواجهه المرتقبه مع نادي الزمالك ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي، وده طبعا في اطار استعدادات الفريق للاسبوع ال 22 من مسابقه الدوري الممتاز. طبعا طاهر محمد طاهر غاب عن المشاركه في الفتره اللي فاتت بدايه من استئناف مسابقه الدوري طبعا لاصابته في العضله الاماميه، ونتمنى طبعا ان طاهر محمد طاهر يعود بشكل جيد. احنا عارفين ان هو من الصفقات المميزه جدا، مؤمن بيه قوي برضه. لعيب كويس ان شاء الله. يعني بس خلينا دايما يعني دايما عندنا مشكله سامي ان احنا بنبقى لعيب كويس لكن ولعيب ان شاء الله مميز، لعيب صغير في السن لكن مش عايزين يبقى هو النجم القادم اللي هيشيل، لان ده بيحط ضغوط كبيره جدا على اللاعبين، ويمكن شفنا امثله كثيره جدا. يعني لما بيجي ان شاء الله لعيب مميز ان شاء الله يكون اضافه يخش في منظومه النادي الاهلي بسرعه، نتمنى له الشفاء العاجل ويشارك مع فريق نادي المقاولين لغايه نهايه الموسم، وان شاء الله الموسم اللي جاي يكون موجود معانا يا رب ان شاء الله. كمان محمد سالم مهاجم المقاولين العرب النهاردة كان بيخضع للتدريبات التأهيلية على هامش ميران فريقه للتعافي من إصابة الإجهاد في العضلة الضامة. الإصابة دي أبعدته عن مباراة المقاولين وأسوان اللي اتلعبت الأسبوع اللي فات وخسرها ذئاب الجبل 1-0. ومحمد سالم من يمكن برضو العناصر المؤثرة جدا في خط الهجوم، هجوم المقاولين العرب، بعد ما سجل يمكن فريقه 5 أهداف من بينها هدف المقاولين في الزمالك، وده كان في الدور الأول، ويمكن صنع هدفين. وبالرغم برضو من مشاركته كبديل في أغلب المباريات اللي لعبها، لكن هو برضو فريق يمكن هو لاعب برضو مميز. موهوب ومؤثر مميز جدا. نروح بقى لفريق طلائع الجيش طبعا بقيادة كابتن عبد الحميد بسيوني، خلاص أغلق صفحة مباراته مع طنطا اللي انتهت بفوزه 1-0 على استاد الجهاز العسكري في إطار الأسبوع 21 من مسابقة الدوري الممتاز، وخلاص بدأ الفريق يستعد لمواجهة سموحة إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي في الأسبوع 22 من المسابقة على استاد جهاز الرياضة العسكري. المباراة اللي هيستعد ليها طلائع الجيش جهود كبيرة جدا جدا لعودة لاعبه مهند لاشين اللي غاب عن مواجهة طنطا بعد تعرضه للطرد طبعا في مباراة بيراميدز. كمان هيعود للفريق نجمه عبد الرحمن زولا بعد ما انتهى إيقافه لحصوله على الإنذار الثالث في مواجهة بيراميدز برضه، وغاب عن موقع طنطا. لا يزال طبعا موقف ثنائي حسام باولو ومحمد جمال بيبو طبعا المعروف ببيبو غير محسوم بعد طبعا معاناتهم من الاصابه في الفتره اللي فاتت. نتمنى طبعا التوفيق لكل اللعيبه، وطلائع الجيش عائد اعتقد بشكل كويس قوي مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، فوز مهم جدا جدا على طنطا 1-0 يعني بعده شويه على منطقه الخطر ان شاء الله خير. نروح لاسوان، واسوان الحقيقه يعني عندها خبر بيقول انه الفريق الاول لكره القدم لفريق أسوان خضع لمسحة طبية طبعا بقيادة الكابتن أحمد كشري. النهاردة كان عندهم مسحة عشان الكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع إنبي اللي هتجمع الفريقين يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله في إطار منافسات الأسبوع ال 22 من مسابقة الدوري. فريق أسوان الفريق الكبير اللي ليه جماهيرية الحقيقة برضو بيواصل عروضه المتميزة، ونقول برضو قوية، نتائج إيجابية بعد ما فازوا الأسبوع اللي فات على المقاولين العرب 1-0، وتقدموا طبعا في جدول ترتيب الدوري 4 مراكز، ويعني خلاص ابتعدوا عن دوامة الهبوط زي ما صحيح صحيح. نادي أسوان بيأدي بشكل جيد جدا زيه زي طلائع الجيش، نتمنى التوفيق لكل الأندية. تعالوا بقى نروح كمان لكواليس مباراة القمة. المسؤولين في اللجنة الخماسية باتحاد الكورة برئاسة عمرو الجنايني تحمل الأهلي والزمالك تكاليف استقدام الحكام الأجانب بداية من الموسم اللي جاي. طبعا المتعارف اللي احنا عارفينه انه تحمل الجبلية تكاليف الحكام لمباراة القمة فقط بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، واتحاد الكورة بيفكر في تطبيق الأمر بعد ارتفاع طبعا التكاليف الخاصة باستخدام الحكام واللي بتصل حوالي 40,000 دولار ل6 حكام. طبعا احنا عارفين الحكم دلوقتي زاد، كمان كانوا بيجوا 3 حكام دلوقتي زادوا كمان بقى في حكم رابع وفي كمان 2 لتقنية الفار، وبالتالي التكلفة عالية جدا. عشان طبعا
التكاليف عاليه جدا. اللجنه الخماسيه قالت لا، من السنه الجايه وارد جدا ان ممكن النادي الاهلي ونادي الزمالك يتحملوا جزء من قيمه استخدام الحكام الاجانب. ده كان في قرار طبعا من رئيس الوزراء ان يكون اتحاد الكوره بيتحمل تكلفه حكام الاجانب لمباراتي بس، مباراتي القمه ما بين الاهلي والزمالك. طيب احنا لسه مع اللجنه الخماسيه. النهارده كان في قرار استقر المسؤولين برئاسه عمرو الجنايني استئناف مباريات كاس مصر في شهر اكتوبر اللي جاي في حال موافقه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول على الغاء معسكر اكتوبر وعدم خوض اي وديات خلاله او تجمع للعيبه في التوقف ده. المسؤولين في اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره عقدوا اجتماع النهارده مع الشركه المسؤوله عن اجراء مسحات كورونا للعيبه في مسابقه الدوري سواء الممتاز او في القسم الثاني لبحث امكانيه تبديل المساحات خلال الفتره اللي جايه. بالفعل تم الاستقرار من خلال الاجتماع ده على الغاء المسحات لفيروس كورونا اللي اللعيبه بتعملها واستبدلوها بقى بتحليل اسمه رابيد تيست. ده بيتم اجراؤه ده تحليل سريع يا جماعه، تحليل سريع بيتم اجراؤه للفرق في الفتره اللي جايه، مش محتاج ان انت بعد يمكن التحليل السريع ده بدل المسحه الطبيه اللي احنا معروفه لكورونا ان انت تقعد 48 ساعه. هي المسحه الرابيد تيست دوت يعني سريع جدا والنتيجه بتظهر بسرعه اكبر، وده يمكن اللجنه الخماسيه بعد طبعا ما شافوا الاجراءات الاحترازيه ماشيه بشكل افضل، ودلوقتي كمان تسريع عمليه اكتشاف كمان لو في لعيب او احد الاداريين او المدربين عنده فيروس كورونا، وبالتالي كمان بتسرع عمليه ترتيب جدول الدوري الممتاز الفتره اللي جايه. فده طبعا شيء ايجابي جدا ونتمنى ان شاء الله السلامه لكل الناس. كانت نقابه الاطباء قالت ان هو تحليل لم يثبت فعاليته في الكشف عن كورونا، فبرضو كنا عايزين دكتور محمد سلطان ياكد لنا ده، ياكد لنا المعلومه دي لو نقدر ان احنا اتصلنا ومش سامعه وقال ايه يعني ان شاء الله نتواصل معاه، لكن عامل مساعد يعني عامل مساعد زي ما بقول لك هو بتسرع عمليه كمان ان اكتشاف بدل ما نستنى 48 ساعه ويكون المباريات اتحددت ميعادها. أيوة. وبالتالي تاجيل المباريات بياخد بشكل مختلف شويه، فشيء ايجابي جدا. نتمنى ان شاء الله طبعا كل يعني السلامه لكل الناس، ونتمنى كمان ترتيب جدول الدوري ان شاء الله بشكل منظم استعدادا طبعا زي ما احنا قلنا في الخبر الكابتن حسام البدري كمان مهم جدا بالنسبة له ان الدوري يكمل بشكل مستقر طبعا على الوقوف الحالة الفنية لكل اللاعبين ان شاء الله اللي مشاركين مع كابتن حسام ومنتخب مصر الفترة اللي جاية. نتمنى التوفيق لكل الناس ان شاء الله. نروح لخبر تاني بقى بره، يعني نطلع على ألمانيا شوية. طبعا توقع أوين هيرجفيز ده أسطورة بايرن ميونخ ان يكون نيمار نجم باريس سان جيرمان هو اللاعب اكثر موهبة في نهائي دورة ابطال اوروبا. اعتقد دلوقتي النتيجة 1-0 لصالح البايرن امام باريس سان جيرمان، وقال ان نيمار سيكون اللاعب الاكثر موهبة على ارض الملعب، لا يستطيع الكثيرون الاقتراب من نيمار، لا يوجد سوى ميسي ورونالدو. وأضاف انظر إلى ليفربول، ليس من قبيل المصادفة فوز ليفربول ببطولة أبطال أوروبا والبريمير ليج. لم نرى محمد صلاح كآلة أثناء تطبيق الضغط على روما، ده طبعا الفضل في ذلك طبعا بيعود للمدرب يعني كلوب. أعتقد وقال أعتقد أن نيمار أصبح مثل صلاح حيث رأيته أكثر من مرة بيضغط بالفعل، ويعود ده إلى طبعا المدرب توخيل. زي ما بقول لكم يعني هو الراجل بيقول ان ما كانش متعود يشوف صلاح، هو بيقول ان 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 نيمار كان عنده مشكله شويه، بيقول انه ما كانش بيدافع بشكل كويس لما كان موجود في برشلونه، لكن شايف النهارده على المستوى الموهبه ان نيمار ابرز اللعيبه الموجوده على ارض الملعب، وانه كمان عنده ان توخيل اداله ده المدرب الالماني لباريس سان جيرمان اداله جزء مهم جدا ان هو بيرجع بيساعد في العمليه الدفاعيه، وبكده يبقى عنده كمان جزئيه انه بيدافع كويس. وزي ما قال هو محمد صلاح كمان ما كانش بيقوم بالدور دوت في روما، طبعا يورجن كلوب المدرب بتاع ليفربول ادى يعني لتطور اداء صلاح حتى على المستوى الدفاعي، وده الدور اللي بيقوم بيه المدرب. صحيح. ان كمان النواقص للعيبه
حتى لو لعيبه كبيره، بنتكلم على صلاح، نيمار، بنتكلم على ميسي، رونالدو، هو ده بيبقى دوره، دوره انه كمان يشوف النواقص ويبدا يزود دوت. وده اللي حصل يمكن مع نيمار، انه الاداء الدفاعي بدا يظهر بشكل افضل، وده شفناه مع فايلر مع رمضان صبحي لما كان مجمد في هيدرسفيلد. فيعني دايما المدرب زي ما كابتن هاني قال كده بيبقى ليه دور، ودور مهم وملحوظ في يعني الاهتمام او تطوير اداء اللاعب، تطوير اداء اللاعب. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي يعني بشكل كبير. لويس فيجو يا جماعه نجم ريال مدريد وبرشلونه السابق استبعد احتماليه رحيل الارجنتيني ليونيل ميسي خلال فتره الصيف الحالي. فيجو قال في تصريحات النهاردة للصحافة: هذا العام سيكون من المستحيل على أي ناد أن يدفع قيمة فسخ عقد ميسي مع برشلونة، كما أرى أنه من الصعب جدا على أي فريق أن يكون قادرا على دفع راتب ميسي. ميسي علشان يمشي في التوقيت الحالي لازم يدفع لبرشلونة 700 مليون يورو يا جماعة. عن إمكانية رحيل ميسي ريال مدريد بالشرط الجزائي، فيجو قال أنه أرى أنه من المستحيل تكرار نفس الشيء الذي حدث معي منذ 20 عاما. فيعني هو طبعا على يروح فين؟ لا كمان على مستوى ده، بيتكلم على مستوى البادجت وعلى مستوى راتب ميسي وعلى مستوى الشرط الجزائي، بتتكلمي ب 700 مليون يورو. ده يعني ما فيش نادي يقدر حاليا يدفع المبلغ ده، بجانب كمان راتب اللي بيستحقه أو يعني بياخده ميسي وبرشلونه. فبيقول طبعا من المستحيل ان ميسي هيبعد عن يعني برشلونه الفتره اللي جايه، ويمكن هنشوف. كان زي ما قلنا في اخبارنا ان كان في اجتماعات وفي الاداره بتعمل فرقه جديده، رونالد كومان بيأدي بيعمل فرقه جديده ويدخل، فان شاء الله كل دوت كواليس المحب لبرشلونه ان شاء الله هنشوفها خلال الاسابيع اللي جايه هيوصلوا لفين. نروح لموناكو والدوري الفرنسي. طبعا موناكو قلب تاخره بهدفين الى التعادل 2-2 مع ديفو رانس في أول مباراة ياخدها فريق الإمارة الجنوبية المستقلة تحت قيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش. ده مدرب كرواتي كان بيدرب البايرن في دوري الدرجة الأولى طبعا الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد. طبعا احنا عارفين توقفت مباراة الدوري الفرنسي طول الخمس شهور بسبب طبعا انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إلغاء الموسم الماضي بناء على طبعا تقارير طبية قالت ان لا يعني لا يستطيع استكمال الدوري الفرنسي، وبالتالي كان إلغاء الدوري الفرنسي العام الماضي. ميهايلوفيتش أصيب بكورونا للأسف، أسطورة إنتر ولاتسيو والمدرب السابق لميلان اتصاب النهاردة بفيروس كورونا، وقال نادي بولونيا في بيان له أنه وضع اللاعب خطير للغاية بسبب أنه أصيب قبل كده بالسرطان في الدم في السنة اللي فاتت يمكن في يوليو. اللاعب الكبير يعني يمكن خضع للعلاج الكيميائي وزرع نخاع، تعافى منه تماما الحمد لله من مرض السرطان، لكن الخطورة دلوقتي في أنه مناعته ضعيفة جدا، فإصابته كانت من وقت يمكن قريب السنة اللي فاتت مش بعيد، فالنهاردة بيصاب بفيروس كورونا. البيان أكد أو ذكر أنه لا تظهر عليه أي أعراض كورونا، وتم وضعه في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، ونتمنى له الشفاء إن شاء الله. نروح تاني لألمانيا، يمكن كرمت ولاية شمال الراين بطل كأس العالم لكرة القدم الألماني ماريو جوتسا. ماريو جوتسا طبعا من اللعيبة اللي فازوا مع كأس العالم مع ألمانيا، اللي طبعا ما بيلعبش في نادي لغاية دلوقتي، هو عمره 28 سنة، لكن بيعمل أعمال خيرية كتيرة جدا جدا. احنا عارفين ان حصل اللاعب على وسام الاستحقاق من الولاية في حفل أقيم في كولون اليوم يوم الأحد، وقال رئيس الوزراء أو رئيس وزراء ولاية شمال الراين أرمين لايشت في كلمته: لفت جوتسا الانتباه لفترة طويلة للوضع الصعب اللي يعيشه الأطفال حول العالم، حفز الآخرين على المشاركة بأنفسهم أو بالتبرع بالأموال. يشارك طبعا ماريو جوتسا في العديد من المشاريع الخيرية، إنشاء المدارس، وبيدعم برامج كرة القدم حتى للبنات والسيدات في البرازيل، وبيهتم برعاية الأطفال في السنغال وكمبوديا وفيتنام. فدور إيجابي جدا بيقدمه ماريو جوتسا من اللعيب المميزة، كان طبعا لعيب مميز جدا دلوقتي مش موجود في نادي، لكن بيقوم بدور اجتماعي كبير جدا جدا، المشاريع الخيرية، الاهتمام بالأطفال حول العالم، بس مش في ألمانيا، حول العالم في البرازيل، الاهتمام بالكرة النسائية. فالنهاردة بيتكرم من الولاية، وطبعا ده دور إيجابي مهم جدا بيقوم به لعيبة الكرة على
السوشيال ده السوشيال ورك يعني الخدمة الاجتماعية ده مهمة جدا لا الدور ده أنا بشوفه مهم جدا ولا يقل أهمية عن دوره في الملعب وده اللي احنا المفروض برضو حقيقة لازم نشوفه بشكل كبير على مستوى لاعبتنا يمكن اللي بيعمل ده صلاح وبيعمل ده ساديو ماني فاكر التصريح اللي بتاع ساديو ماني لما سألوه انت ما عندكش اسطول عربيات قال لهم انا ما كانش عندي ثمن الحذاء اللي بلعب بيه فده يعني بيعملوه بعض اللعيبه بس اتمنى اشوفه يعني في مصر بشكل كبير ان شاء الله اكيد في ناس بتعمل كده في الدرة طبعا في ناس كتيره ما بتحبش تعلن عن ده بصي في لعيبه كتيره جدا جدا بتقوم بادوار بس عشان يكون قدوه يا كابتن بادوار فانا معاكي ان هو لازم حتى يبقى يتسلط الضوء عليهم شويه حتى لو هو ما بيحبش لكن ده بيكون قدوه وكمان مثال. دور لعيب الكوره وخلينا نتكلم بكل امانه الفتره اللي فاتت انتقادات كتيره جدا جدا على المبالغ والعقود اللي بياخدها لعيب الكوره فاعتقد ان ممكن جدا جدا يعني الفتره اللي جايه نشوف لعيبه الكوره بتقوم بدور اجتماعي مهم جدا في ادوار كتيره جدا في المجتمع في نواقص كتيره جدا ممكن لعيب الكوره يقوم بيها علشان كمان يدي نموذج ومثل للولاد الصغيرين اللي طالعين ان كمان انت يعني لعيب كوره ومشهور وبتاخد فلوس لكن كمان الدور الاجتماعي خدمه بلدك ده كمان شيء مهم جدا جدا بجانب كره القدم والخبر اللي جاي ده مرتبط يمكن بالفكره دي ومرتبط بفكره الاجتهاد وبالكفاح بيورينا قد ايه ان ممكن انك لما تجتهد وتكافح توصل لابعد مدى ما دام مجتهد ومتمسك بحلمك هتوصل الاسطوره الشاب كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان الحقيقه كشف في الساعات اللي فاتت دي عن الحذاء اللي بيلعب بيه دلوقتي بيلعب دلوقتي بيه نهائي دوري ابطال اوروبا قدام بايرن ميونخ الالماني امبابي اعلن انه هيرتدي حذاء وردي زي اللي حضراتكم شايفينه اللي هو ده اللي هيلبسه الحذاء ده مستوحى من اصدار قديم يا جماعه صدر في 2008 وكان فرانك ريبيري النجم السابق لمنتخب فرنسا وبايرن ميونخ وجناح فيورنتينا الحالي اتكلم امبابي الحقيقه عن قصه هذا الحذاء واللي قرر ارتدائه في نهائي الابطال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال ايه قال انه في سنه 2008 كان والده ووالدته حوشوا ربع ثمن الاصدار الاول من الحذاء ده اللي كان بيرتديه العظيم فرانك ريبيري وقال انه هو تعمد انه هو يرتديه النهارده في المسابقه دي بيرتدي منه طبعا النسخه الجديده في 2020 في نهائي دوري ابطال اوروبا فقد ايه بص لما من 2008 ل 2020 يعني لا شيء يعني شيء مميز وزي ما بقول لك لعيبه الكوره ممكن شيء جدا كبير طبعا يمكن يشتغل على الجزء الاجتماعي بشكل كبير وفي اوروبا يمكن عايزين نحتذي بيهم ان شاء الله في مصر الفتره اللي جايه زي ما احنا عارفين برشلونه خلاص اختار الهولندي رونالد كومان بقياده برشلونه الفتره اللي جايه وزي ما قلنا في يمكن فقرات او حلقات قبل كده ان في اتفاقات كتيره جدا وفي اجتماعات كتيره جدا وان في سلسله طبعا من الاخفاقات حصلت مش بس مباراه البايرن لكن قبليها كمان برشلونه ما كانش بيقوم بدور كويس كومان عنده مهمه انتحاريه طبعا هي انقاذ نادي طبعا القديم اللي كان بيلعب فيه والعوده للامجاد طب احنا معانا تقرير مهم جدا نشوفه عن كومان ورجاله يعني بنتكلم على الماضي وبنتكلم ايه اللي هيحصل دلوقتي وكمان على المستقبل لكن نشوف تقرير مهم جدا بعد التقرير فاصل ونشوفكم مع طبعا ضيوفنا الكرام الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد القوسي لم يكن اختيار نادي برشلونة للهولندي رونالد كومان محض صدفة فالجماهير الغاضبة في كاتالونيا لم يكن يرضيها سوى وجود أحد النجوم التاريخيين أصحاب الشعبية في منصب المدير الفني خلفاً لكيكي سيتين
كومان الذي سجل هدف تتويج برشلونة بأول بطولة أوروبية كبرى في تاريخ الفريق الكتالوني عاد اليوم من حيث بدأ، فهو الذي بدأ مشواره في تدريب الأندية من داخل برشلونة مساعدا للويس فان غال في نهاية التسعينات. ها هو يعود في مهمة لإنقاذ ناديه القديم، ولكن من على كرسي الرجل الأول. كومان اختار مواطنه الهولندي ألفريد شرودر المدير الفني السابق لهوفنهايم الألماني ليصبح مساعده الأول بعد نقاشات عديدة دارت بينهما خلال الفترة الماضية، كما كان اختياره للسويدي هنريك لارسن الذي زامله لاعبا في فينورد روتردام الهولندي عام 1996 ليؤكد رغبته في فرض سيطرته على مقاليد الأمور داخل قلعة الكامب نو. فهل ينجح رونالد كومان ورجاله في انتشال برشلونة من كبوته والعودة إلى أمجاد الماضي؟